اهلا بحضراتكم. من الموضوعات الهامه اللي بيتابعها عدد كبير من المواطنين طبعا هو الذهب، كلنا بنتابع اسعار الذهب خصوصا بعد الانخفاض الملحوظ في اسعار الذهب الاسبوع الماضي، لكن يمكن من اول امس من يوم الجمعه بدانا نلاحظ ارتفاع مره اخرى في اسعار الذهب، واليوم ما وصل لسعر عيار 21 وهو طبعا الاكثر مبيعا في مصر، سجل أكثر من 2400 جنيه. إيه اللي بيحصل بالظبط للمعدن النفيس؟ كل هذه التفاصيل هيوضحها إلينا الأستاذ نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بحضرتك يا أستاذ نادي. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. حضرتك قول لنا إيه التفاصيل بالظبط وإيه اللي بيحصل؟ إيه سر هذا الارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب في الأسواق؟ أولا الذهب طول عمره عرض وطلب أولا، ومعدن ثمين بيتأثر بالأحوال الدولية كلها. فطبعا ده هنا على المستوى المحلي لما يعني ايه القرار الوزاري 1801 اللي هو خاص بان الذهب هيخش بصحبه الراكب ومعاف من الجمارك، زائد صندوق الذهب اللي استثمار فيه. فطبعا الحاجات دي كلها يعني اوحت للمشتري ان السعر لازم ينخفض، الذهب هيخش بدون جمارك، هيبقى في كميه معروضه كثيره فيهبط السوق. وفعلا بناء على القرار ده والصندوق الاستثمار ابتدى السعر ينزل الاسبوع اللي فات، لكن للاسف ان ما المشتري ما لقاش ان الحاجه دي يعني اتوفرت او موجوده، فابتدى يعاود الشراء مره اخرى. فطبعا لما عاود الشراء مره اخرى المعروض ابتدى يقل، وطبعا لما المعروض بيقل يبتدي السعر يرتفع. وللاسف ان كميه كبيره من المشترين ابتدوا عرفوا او حسوا ان الذهب هيبتدي يرتفع، فللاسف كلهم بيتقلبوا على الشراء، فده بيسبب ارتفاع المعدن الثمين مره. صحيح، بالفعل ده اللي حصل يا فندم، وحصل اقبال كبير من عدد كبير من المواطنين على شراء الذهب وبدات ترتفع الاسعار مره اخرى. طيب حضرتك يعني ايه ابرز النصائح اللي تقدر تقولها للمواطنين بالشراء او البيع؟ ايه اللي يقدروا يعملوه في الفتره الحاليه؟ يعني طبعا كان في جزء برضو يعني من الجمهور باع كميه من الذهب، برضو ده كان برضو سبب من اسباب انخفاضه خلال اوائل الاسبوع الماضي. وطبعا لما الناس ابتدت تراجع نفسها وابتدوا يدوروا على انهم يشتروا، فشو ان السعر ابتدى يرتفع، فطبعا ابتدى عدد كبير يشتري تاني، وده سبب رئيسي انه عرض وطلب، فالمعروض قل. أنا بنصح اللي عايز يشتري يشتري ويشتري مش كل الكمية اللي هو عايزها، ممكن أو يشتري نص الكمية ويستنى شوية علشان ما يعلاش قوي السعر وياخد النص الثاني. إذا ارتفع وهو خد بالرخيص يقدر يبيع الجزء اللي خده بالسعر الرخيص، يبيعه وارتفع. إذا السعر هبط ممكن يشتري السيوله اللي معاه مره اخرى ويحل ده، يبقى عنده متوسط سعر كويس يقدر يستثمر فيه المعدن الثمين. صحيح. طيب حضرتك يعني ايه توقعات الفتره القادمه؟ هل هيكون هناك انخفاض مره اخرى في اسعار الذهب؟ لا للاسف يعني مش هيبقى فيه انخفاض الا اذا العملاء اللي عايزه تشتري تروض شويه تاني وما اقبلتش بسرعه على السعر، فده طبعا هيبقى المعروض يكتر فيبتدي السعر يهدى يستقر شويه. صحيح. استاذ نادي نجيب، عضو شعبه الذهب بالغرفه التجاريه بالقاهره، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. العفو يا فندم. شكرا لك. العفو يا فندم. أيضا الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، كونوا معنا دائما على شاشة تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.